سعداء جدا بوجوده معنا اليوم. عميد سابق لهيئة محاميين، وزير سابق، والآن رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية، الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني. سيد عميد صباح النور، أهلا وسهلا بك. أخير شكرا على الدعوة وبارك الله فيكم، وتحياتي لكل المستمعين ديوان فهم. أيه. فما ثلاث نقاط مهمة اليوم باش نحكيو فيها سيد العميد، اللي هما قائمة شهداء وجرحى الثورة، صندوق الكرامة بالطبيعة اللي باش نحكيو عليه، ومسألة المسار الانتقال الديمقراطي اللي كلفت رسميا بهذا الملف، ملف العدالة الانتقالية والتجاذبات السياسية اللي تحوم حوله. خلينا نبداو بالقائمة نتاع جرحى وشهداء الثورة من 2011 لتوا، ما ترش انه الحقيقة عيب على الدولة واجهزتها انه قائمة كما هكا الى حد الان لم يقع معناها نشرها نهائيا؟ هو باش تقول عيب على الدولة ما نصورش أنا، لأن المسؤولية هي في حقيقة الأمر والواقع ماهيش مسؤولية الدولة، مسؤولية عدم الاستقرار السياسي اللي عشناه، يعني تغير الحكومات إلى آخره، خطر في حكومة، والحق يقال في حكومة السيد الياس الفخفاخ، فما خطوات يعني وقع معناها القيام بها بفضل عمل الأستاذ صديقي العيشي الهمامي، يعني بداوا يعني حقوا في من ذلك، مثلا نشر التقرير نتاع هيئة الحقيقة والكرامة في الرايد الرسمي، وكانوا ناويين يتقدموا يعني في الاتجاه هذا. هو القائمة يعني تعرف المسؤول القانوني على نشر القائمة هو رئيس الهيئة العامة للحريات الأساسية، يعني حقوق الإنسان والحريات الأساسية، سي توفيق بودربالة. سي توفيق بودربالة في السيت نتاع الهيئة وقع نشر القائمة ديجا، اش قعد نشرها في الرايد الرسمي، تعرف رسم نشرها في الرايد الرسمي يقتضي يعني الإذن من طرف رئيس الحكومة، وانا في اعتقادي احنا الان في المرحله الاخيره يعني نتاع هالنشر هذا، باعتبار اني جلست مع سي توفيق بودربالة وتحدثنا في الموضوع، ووقع الاتفاق على معناها، لان هو فما في الحقيقه فما قائمه اخرى اللي نشرتها هيئه الحقيقه والكرامه اللي قامت شهداء ثوره وجرح الثورة، وفما القائمة الرسمية اللي معناها اللي هي القانونية هي قائمة سي توفيق بودربالة، يعني لجنة لجنة شهداء وجرحى الثورة اللي أصدرت القائمة. اتفقنا وأنه معناها حتى معناها تبدأ الأمور معناها واضحة للجميع بالنسبة للقائمة اللي أصدرتها هيئة الحقيقة والكرامة، يقع النظر فيها ونشوفوا ما هي الأسماء التي معناها تنطبق عليها شروط جريح ثورة أو شهيد ثورة ولم يقع إدراجها في القائمة الرسمية نتاع لجنة الشهداء وجرحى الثورة، ويقع إذن إدماجها في القائمة، واعتقد أن عددها مش كبير، يعني هكاك معناها نكونوا معناها ما خالفناش القانون، لأن القانون ينص على شروط ما تعلق الصفة نتاع الشهيد أو جريح أو مصاب الثورة، أنه يكون أصيب بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فبراير 2011، وأنه يكون استشهد معناها بمناسبة أو عند قيامه بالخروج و معناها تنديد بالنظام ومن أجل إسقاط النظام السابق. طيب بالله في النقطة هذه سي عبد الرزاق، فما برشا حافظ من الأمنيين خاصة من العائلة الأمنية وحتى من الناس العاديين، اللي وقت اللي خرجت القائمة وتنشرت على السيت كيف ما قلتي متاع هيئة حقوق الإنسان سي بودربالة، حسوا بظلم كبير برشا أنه أسمائهم مش موجودة. شي يقولك أنا عمري كامل توا سنوات الله والعائلة تحكي لصغارها اللي راهو بوك مات شهيد، راهو بوك شهيد ثورة، قال يا خويا على الأقل كي ما خديناش التعويضات المادية، على الأقل المعنى التعويض المعنوي، مش نقول للصغير هذاك كيف يكبر بعد ما قلنا له بوك شهيد ثورة مش باش يلقبوه في قائمة جرحى وشهداء الثورة. هوني سؤالي بالله سي عبد الرزاق، كيف السبيل للتثبت فعلا من أنه ما يتظلم حتى
حد، وأنه الأسماء اللي فعلا شهداء وجرحى ثورة يدرج أسماءهم في هذه في كل هذه القائمة. هو نشر فريد رسمي، هو 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 علاش نشر القائمة فريد رسمي؟ لأن نشر القائمة فريد رسمي سيفتح المجال للطعون، لأن هناك من طعن في القائمة اللي عدتها لجنة الشهداء وجرحى الثورة ونشرت في الموقع نتاع اللجنة، وفما شكون طعن، لكن الطعن نتاعهم الكلهم ولا أكثرهم حسب علمي وقع رفض، وشكلا باعتبار وأن القائمة الرسمية يعني لا تعتبر رسمية إلا من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي، فبالتالي من لم يعني يقع إدراج اسمه معناها في القائمة هذه عنده الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية، هو قرار إداري دون قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية. لكن عميد ثم نقطة مظلمة، والنقطة المظلمة هذه ما فهمناش شنية وشنو السبب بتاعها. ربما أنا نعرف شوية خلفيات لكن نحبش نحكي عليها، نحبك أنت تقول هنا. القائمة حضرت عندها مدة طويلة وتقدمت لرئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد، ويوسف الشاهد تلكأ في إصدار هذه القائمة. تو المسألة عندها سنة ونصف ولا سنتين تقريبا، نحب نفهم علاش التلكؤ هذا، علاش؟ خاطر اللي نعرفوه إذا خرجت في الرائد رسمي تولي أمور قانونية هكا ولا ما عادش فيها نقاش. نحب نفهم علاش يندرى الأسماء مش موافقين عليه اللي موجودة فيها، وإلا الفلوس مش حاضر نتاع تعويضات، شنو بالضبط شنو المشكل اللي خلى؟ شوف انا مانيش في مكان سي يوسف، ولا مش في مكان انا، انت ورثت ملف، سامحني عميد، انت ورثت ملف وفي الملف هذا باش تلقى كل شيء موجود والمعطيات كل موجود، اكشف لنا ما قدكش انت مسؤول عليه. وما حافظ انا الملف هذا تقول لي ورثت، وراه باش تبدا الامور واضحه، راهي المسؤوليه القانونيه هي عند اللجنه، راهي ماهيش عند لا عند الحكومه ولا عند سي يوسف الشاهد. يعني وقت اللي تخرج القائمة يعني دور رئيس الحكومة في العملية هذه هو أنه تعرف ما لا تنشر أي حاجة في الرائد الرسمي إلا بإذن من رئيس الحكومة، دونك رئيس الحكومة باش يعطي التأشيرة نتاع النشر في الرائد الرسمي. وعلاش ما عطاش التأشيرة؟ والمسؤولية هي مسؤولية اللجنة اللي هي لجنة متفقين، علاش ما عطاش التأشيرة؟ بالنسبة للسي يوسف الشاهد ما نعرفش، هذه حاجة أجهل. أما أنا اللي نعرفه توا وأنا تحدثت في الأسبوع الفارط مع السيد رئيس الحكومة في الموضوع، وفي اعتقادي يعني في الأيام القليلة المقبلة معناها باش يقع الإعلان على القائمة وسيتم نشرها بالرائد الرسمي بالتأشيرة نتاع السيد رئيس الحكومة. باش تعملوا زوز قوائم، انا دخلوا قائمه بتاع هيئه الحقيقه والكرامه والقائمه لا سي حافظ ما فهمتنيش، ما هو زوز قوائم، لا باش تدخلوهم مع بعض يعني هذا احد المقترحات يلزم اللجنه تقبل، خاطر سي توفيق قال لي انا يلزمني نجمع اللجنه نتاعي، معناها باش يبدا الموقف موقف يعني القرار يبدا قرار مطابق للقانون يلزم اللجنه تصادق على المقترح هذا. تو مزيد كي قلت سي عبد الرزاق حاجه مهمه جدا، قلت احنا راهو الهيئة هي اللي تعطي القائمة، وراهو رئيس الحكومة فقط مهمة نتاعو انه يمضي وينشر القائمة، وهذه قائمة الهيئة مش تعطيه توا اللجنة، راهو اللجنة مش اللجنة، لا لا نحكي على الهيئة نتاع حقوق الانسان، ايه يعني واللي هي في صلبها اللجنة. انتوا باش تاخذوا هيئة نتاع القائمة نتاع هيئة حقوق الانسان، وباش تزيدوا عليها شوية من القائمة من الهيئة نتاع لي في دي، من القائمة نتاع هيئة لي في دي. حافظ ما نقولش نزيدوا عليها شوية، راهو مش زيادة ونقص، انا واضح فيك. قلت احنا باش نحترموا القانون، الاحترام القانون هو فما خطر يعني نقبل ولا ما نقبلوش. القائمة اللي أصدرتها هيئة الحقيقة والكرامة قائمة قانونية، هي هيئة قانونية، هي هيئة الحقيقة والكرامة تقول كذا يراو في القائمة نتاع شهداء وجرحى ثورة، بقى يلزم اللي أدرج في القائمة نتاع هيئة الحقيقة والكرامة يلزم تكون تنطبق عليه كما قلت لك الشرطين هذوما اللي معناها جريح في الفترة اللي قلت عليها من بكري، وأنه استشهد أو جرح أثناء خروجه للشارع ومطالبته بإسقاط النظام. هذا معناه هذه الشروط اللي القانونية
وهكاك نقولوا نكونوا طبقنا القانون. طيب فاصل وراجعين، مازالوا نقاط زاد مهمه جدا، صندوق الكرامه وملف العداله الانتقاليه. بعد شويه مع ضيفنا عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئه العامه للمقاومين وشهداء وجرحى ثمره ضحايا العمليات الارهابيه. قدوا معنا. برايم بوبليسيتي وراجعين. L'invité du jour. مازلنا مواصلين في حديثنا مع السيد عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية. نحكي على قائمة شهداء وجرحى الثورة النهائية، نحكي على صندوق الكرامة وأيضا ملف العدالة الانتقالية. اليوم زاد كيف كيف مسألة التعويضات، قداش تحدد حجم التعويضات، شكون بالضبط اللي باش ياخذ التعويضات، يندرى من بما فيهم المقاومين والا لا، والصندوق هذايا مين باش يصير التمويل نتاعو صندوق الكرامه هذايا. شوف بالنسبه للتعويضات، تعرفوا اللي هيئه الحقيقه والكرامه اصدرت قرارات في جبر الضرر، يعني كل الضحايا اللي قدموا ملفات يعني تحصلوا على قرارات في جبر الضرر، ومعناها تقريبا 30 ألف قرار في جبر الضرر. جبر الضرر هذا فيه التعويض المادي يعني فلوس، وفيه التعويض المعنوي، وفيه تعويض كذلك معناها فما التعويض نتاع مثلا اللي طالب استكمال المسار المهني نتاعو، هذه معناها بين التعويضات اللي، وفما التعويض المعنوي تعرف، فما الاعتذار ومعناها احياء الذكرى نتاع الشهداء الى اخره. اذا بالنسبه للمبلغ يعني اللي وقع معناها حكم به حسب قرارات جبر الضرر، ما عندناش لحد الان ما نعرفوش، اما حسب ما قالوا لي معناها تقريبا في حدود 3 مليار دينار. 3 مليار دينار تعرف معناها هو يعني القرارات اللي صدرت في شكل نسبه نتاع معناها ضرر مثلا 40% 60%، والنقطة نتاع النسبة هذه تقريبا 2000 دينار. يعني 2000 دينار تقريبا معناها معناها حسب سلم، معناها وقع ضبطه انطلاقا من قرار إطاري اللي عملته هيئة الحقيقة والكرامة، معناها حسب القانون نتاع العدالة الانتقالية، والقرار هذا يضبط المعايير نتاع جبر الضرر. فش يقول القرار الإطاري؟ يقول اللي التعويض يمكن أن يمتد على 6 سنوات. المادي ولا كل المادي 6 سنوات، وأعطانا أولويات. الأولويات تتمثل في أولا الناس كلها من الأول لازمها تاخذ حاجة، ثم ثانيا معناها الأولوية لكبار السن، ثم للناس اللي عندها إعاقة وسقوط إلى آخره، ثم النساء، ثم الأطفال، يعني فما واحد. قال يعني الصعيب في كل هذا هو يعني تنظيم العملية، خاطر أنت باش تعوض 30 ألف، وراه مش 30 ألف فقط، قدر 30 ألف تلقى فما اللي متضرر غير مباشر، اي يعني تلقاه وقع انتهاكه، اللي يعني وقع انتهاك حقوقه، وراه تلقى العائله الزوجه والابناء
ومعناها فهذايا معناها يخلينا امام معناها مجموعه بشريه تقريبا تقدر ب 200,000 ابوبري 200,000 وهذا يلزم تنظيمه بالطبع. احنا انا شخصيا وقت اللي تحملت هالمسؤوليه هذه يعني حسب ما هو معمول به في التجارب يجب تشريك المجتمع المدني، تشريك الضحايا، تشريك ممثلي الضحايا. والعمليه لازم معنا تستغرق الوقت شويه وقت، خاطر مش ممكن معنا احنا هيا ويجيك واحد ويطيش لك قرار جبر الضرر ويقول لك اعطيني المستحقات. مش ممكن من ناحيه العمليه. بلاقي نقطتي، الى اي مدى قرارات جبر الضرر والتعويضات نتاع هيئه الحقيقه والكرامه ملزمه للهيئه نتاعكم انتوما؟ هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، سامحني، مساله الاعتذار، هل ستلزم الدوله، الهيئه نتاعك ستلزم الدوله بالاعتذار مثلا اذا وجب الاعتذار، وكيف ذلك؟ شوف راو الهيئه احنا ماناش لسنا بهيئه مستقله نشتغل بمعزل عن الحكومه، احنا هيئه نتبع الحكومه. الامر المحدث للهيئه يقول لك تحدث لدى رئاسه الحكومه هيئه اسمها هيئه المقاومين وشهداء وجرحى الثوره والعمليات الارهابيه، بحيث احنا نتبع السيد رئيس الحكومه. وتعرف القانون نتاع العدالة الانتقالية وقت اللي كملت هيئة الحقيقة والكرامة أعمالها وسلمت تقريرها وتسمى سلمت العهدة للحكومة، توا الكرة في ملعب الحكومة، والحكومة حسب القانون عندها واجبات. واجب أولا جبر الضرر بالقانون، ثم واجب إعداد تقرير حسب الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية. يقول الحكومة تتلقى التوصيات نتاع هيئة الحقيقة والكرامة، وهذا ما تم في شهر جوان الفارط كما تعرفوا، والحكومة يلزمها تعد تقرير تستجيب فيه معناها للتوصيات نتاع هيئة الحقيقة والكرامة، والتقرير هذا يحال على المجلس التشريعي على البرلمان لينظر فيه. وشنية هي الغاية؟ هو أنه يلزم معناها لأن العدالة الانتقالية من بين أهدافها هو أنه نطوي صفحة الماضي، لا يمكن طي صفحة الماضي إلا معناها بمعناها إصلاح المؤسسات، وهذا معناها الكرة كما قلت لك في ملعب الحكومة، وهذا معناها ماهيش الهيئة هي مطلوبة، وهذه المهمة التي كلفني بها السيد رئيس الحكومة من خلال معناها خاطر فما مشروع تنقيح للأمر نتاع هيئة المقاومين هذه مشروع في اتجاه وأنه الهيئة يولي من صلاحياتها ملف العدالة الانتقالية بما فيه ضحايا الاستبداد، 30,000 ملف 30,000 ضحايا الاستبداد اللي تحصلوا على قرارات في جبر الضرر، بما فيه معناها صندوق الكرامة. ونرجع لهنا لصندوق الكرامة ورد الاعتبار اللي هو تعرف اللي هذا أحدث بموجب قانون العدالة الانتقالية صندوق الكرامة الفصل 41. وفي 2018 فما أمر حكومي أحدث لجنة لتسيير وإدارة هذا الصندوق. هذه اللجنة معناها عقدت اجتماع وحيد خاطر تشكلت في شهر جوان، معنا عملت اجتماع وحيد في شهر جويلية، ثم في الأثناء الحكومة مشات. إذن هناك عمل يلزم معناها في القريب العاجل القيام به، أولا معناها فتح الحساب نتاع يعني نتاع صندوق الكرامة اللي هو باش يكون في اعتقادي البارح حتى في مكالمة هاتفية مع السيد وزير المالية قال لي تو في الأيام القليلة المقبلة استجابة لطلب السيد رئيس الحكومة اللي أذن له باش يفتح الحساب، إن شاء الله في الأيام القريبة المقبلة باش نعطيه رقم الحساب. هذا من جهة أخرى كذلك يلزم فما حسب الأمر يقول يلزم يعني اتفاقية تبرم بين رئيس الحكومة ووزير المالية حول طريقة التصرف في أموال الصندوق. مصادر التمويل للصندوق، الحاجة الأولى هو نسبة ستقتطع من القرارات التي أصدرتها
هي تحقيق الكرامة القرارات التحكيمية، إذا نسبة ستقطع من هذه المبالغ، والنسبة هذه تحدد بقرار من رئيس الحكومة. إذا يلزم رئيس الحكومة يصدر قرار، هذا مازال ما صدرش، إن شاء الله كيف كيف في الأيام المقبلة سيصدر هذا القرار. ثم احنا في اعتقادي يعني يلزمنا نفتح باب التبرعات، ويعني هناك جهات معناها خارجية يعني أصدقاء في الخارج وإلى مستعدين باش يساعدوا على تمويل هذا الصندوق. هذا بالطبع عنده ارتباط بمدى إرادة الإرادة السياسية يعني في تجسيد هالعملية هذه. عميد كلامك حلو برشا، وقلت كلمة حلوة برشا فيهم الكل، قلت باش نضيوا صفحة الماضي. أنا مش أقول لك آخر صفحة في كتاب الماضي اللي باش تتويها، الثمن متاع الطي متاعها متكلف 3 مليار دينار، توا الدولة ما عندهاش مليون دينار، مش 3 مليار دينار، 3 مليار دينار من مستحيل باش تجيبها الدولة لا اليوم ولا غدوة ولا بعد 10 سنين أخرين القدام. إذن صفحة الماضي لن تطوى وسيظل جرحه مفتوحا إذا ما تلقاوش أبروش أخرى للخروج من الوضعية اللي أنتم فيها. شوف سي حافظ، راهو طي صفحة الماضي راهو واجب الدولة، واجب الدولة، والدولة راهو عندها التزامات ما عندهاش خارجية، التزامات راهي عندها التزامات ما عندهاش فلوس. هو الإشكالية هو التوفيق ما بين الالتزامات نتاع الدولة معناها تجاه الضحايا، وفي نفس الوقت معناها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية اللي تعيشها الدولة. هذا هو الرهان. احنا شو نقوله؟ نقوله معناها باش نحاولوا بقدر الامكان باش نفتحوا، معناها خاطر فما تعرف فما 10 مليون دينار مرصودة من 2014، هذه معناها هذه باش تدفع، هذه كما قلت انت مبلغ واحد، ثم باش نشوفوا احنا فهمني ولا ما هي ردة الفعل معناها واحد، وهذا معناها يمكن أن يقسط على 6 سنوات كما قلت، وممكن الاتفاق معناها يلزم 3 مليار دينار راي تحلك مشاكل التنمية في 4 ولا 5 جهات. نعرف نعرف نعرف. شوف التعويض بسخاء، ما نش بش نقوله بالحق، حقهم المشروع أنهم يتعوضوا، لأنه مهما كانت الدولة ظلمتهم، لكن في ظروف هذه معناها التعويض بالشكل هذا وبالسخاء هذا راهو صعب. شوف ده. احنا يا استاذنا، احنا رانا معناها كدولة، هو حتى القانون يقول لك حسب امكانيات الدولة، القانون ينص التعويض حسب امكانيات الدولة، وكما قلت لك الدولة معناها هي دولة، وفماش دولة لا تفي بالتزاماتها. احنا باش نحاولوا نلقاو صيغة نتاع اتفاق معناها مع الضحايا، وبلكش النجم اللموهم الفلوس على 6 سنين 3 مليار دينار معناها بالنسبة لل إذا كان فما خاصة نقول لك حاجة، خاصة راهو نجاح سي حافظ، راهو نجاح التجربة نتاع الانتقال الديمقراطي في تونس ما تهمش كانت التوانسة فقط، راهو تهم الشركاء نتاعنا، تهم أصدقائنا، راو هالتجربة هذه لو كان تنجح راو بتسكر برشا بيبان بلا عليهم، لأن هو الإرهاب يتحدثوا عليه والتطرف والناس ترمي في رواحها في البحورات إلى آخره، جاء منه هو معناها النقمة، لأن ناس معناها ذاقت الأمرين، ناس تعذبت. يعني يجيك شاب يقول لك أنا والدي مثلا عدى 10 سنين سجن معناها في السيلون وتحذب وعائلات معناها قعدت حياتها كاملة وهي تقاسي في الأمرين معناها بسبب معناها القمع اللي عشناه في الحقبة الفارطة نتاع النظام السابق. هذا أنا في اعتقادي لو كان يشوفوا، أنا وهذا أنا تحدثت فيه حتى مع الممثل مثلا المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة نتاعها في تونس، حتى ما تعينت جاتني وحكيت فيها، مانيش تقول لي، هي تقول لي تو فما حاجة بسيطة مثلا بالنسبة للدولة، علاش الدولة ما تقدمش الاعتذار؟ هل ترى هذايا يطلب فلوس؟
هو وقت اللي يخرج واللي هو محمول على السيد على رئاسة الجمهورية، يخرج رئيس الجمهورية باسم الدولة يعتذر للضحايا، فهمني ولا؟ هي خطوة هامة في اعتقادي في اتجاه طي صفحة الماضي. مفهوم، شكرا لك سي عبد الرزاق على كل هذه. حتى الغالب انتهى التوقيت على الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية. ميرسي على كل هذه التوضيحات ولحضورك معنا. هكا نكونوا كمان الميسيون تاعنا اليوم، نتقابلوا كيف ما العادة غدوة من 6 ل 9. نخليكم على الأخبار فاميليا ونقول لكم نهاركم زين.